ملكة الجمال عارضة الأزياء الجميلة ماسم، رح فيكي ببرنامج فاشن أند مور. أهلا وسهلا فيكم. ما شاء الله عليكي، أنت دايما عم تزدادي جمالا وتألقا، فيكي تحكي لنا شو سبب هذا الجمال؟ أول شيء شكرا. أكيد لأني عرضت أزياء مانيكان، فطبيعي أنه أنا أهتم بجمالي وبشكلي، فأكيد أنا بهتم يعني بالدايت تبعي، يعني في أكل معين أنا لازم أكله. كمان نفس الشيء بهتم بالرياضة، إله وقت معين بيومياتي يعني. وبنفس الوقت أنا محبة جمهور العالم، بالنسبة لإلي أكيد هن جزء من جمالي ومحبتي. أنا سمعت قصة صغيرة إنه أي فستان بتلبسيه لأي مصمم عالمي هذا الفستان بينباع فورا. هو هذا السبب جمال الفستان، ولا أنت بتزيدي هذا الفستان جمالا وتألقا؟ التصميم ما بيكتمل إلا بوجود العارضة المميزة والجميلة. وبنفس الوقت العارضة وقت ما بتكون لابسة قطعة مميزة ما حيكون هذا الشيء حلو، فاتنيناتهم بيكملوا بعض، وإذا نقص شيء ما رح يطلع ناجح. فالحمد لله أنا قادرة أكمل هذا الكونسبت، وبنفس الوقت لو ما كنت أنا مميزة بأدائي ما كانت كل قطعة ألبسها عم تنبع، وخاصة أنه كل القطع كتير غالية ومميزة. ما شاء الله عليك. أنا بدي أتشكرك وبدي أتشكر وجودك معنا بالبرنامج، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق. شكرا لك. شكرا لك وشكرا لحضورك هذا العرض المميز. شكرا شكرا.
يعطيكم العافية، عن جد الدفيلة كتير كان حلو. Thanks. والأهم من هذا الحكي إنه الصبايا ما شاء الله منقعين على البينس. يلا عن إذنك. باي. باي. يوركا. لايك. لايك. يعطيك العافية كتير شهر. شغلنا سوا رح يطلع أحسن. بدي سلم على ماسا. Of course. Come. Come. بجنن عن جد شكرا بتجنني. هاي بيبي سوري على المقاطعة. مستر قصي الديزاينر الجديد اللي حيعمل معنا الشغل الجديد. أهلا وسهلا. الشو كان كثير حلو، حضرتك كنتي مميزة كثير. شكرا كثير. أنا كثير تعبانة، خلونا نمشي. يلا ماما. الحق معي يلا حبيبتي. يلا معك. يلا عن إذنكم. يلا بالإذن. باي بيبي. مستر قصي أنت بتحب نكمل الإجراءات؟ أنا جاهز. إمتى ما بدك؟ من بكرة إذا بدك. لا لا لا، بدك تعطينا يوم بريك على الشغل. أوكي أوكي. بعت لي المحامي عندي على المكتب وإن شاء الله تكون في الأمور. أوكي اتفقنا. خد راحتك. باي باي بيبي. العقد كتير منيح، بس في شي ناقص. مثل شو؟ بدي ضيف بند على العقد، انه الموديل ماسا بتكون هي العارضة الرئيسية للشو تبعي. بس نحن بالعادة ما بنذكر اسماء العارضات يا سيد قصي. معي شي مختلف،
لازم ينذكر هذا البند ولا ما رح يكون في عقد. طيب بدي اسال السيد لوركا واخذ رايه بالموضوع. خذ راحتك. الو سيد لوركا، بدي اخذ نقطك دقيقه. ايه خير، شو في؟ السيد قصي بده يزيد بند على العقد. الا وهو انه الموديل ماسا تكون هي العرضه الرئيسيه بالشو تبعه. اوك موافق، بس بيزيد بقيمه العقد. اوكي ماشي. السيد لوركا وافق بس في شرط. شو هو؟ بدها تزيد التكاليف شوي. أنا ما عندي مشكلة، حط التكاليف اللي بدك إياه وهي العقد قدامك، عدله وأهم شيء البند اللي حكينا فيه. ماشي عن إذنك. أهلا وسهلا. هذا صاحبك قصي اشترى. اشترى؟ إيه، قال بده يضيف شرط على العقد إنه ما ستكون هي نجمة الشو تبعه. شو عليه؟ رز الهبل على المجانين، طلب مصاري زيادة. ليش فكرك شو عملت؟ وهي وين لسه تأخرت لهلا لسه ما جيت؟ والله ما بعرف، انت عاطيها وش يعني، ليش ما بترجع المكتب؟ الجو ما بيناسبها يا بعدي. وبيني وبينك معها حق يعني، مشموس المكتب. على المكتب جمال؟ على المكتب، على المكتب. مشموس ما؟ مامي ما جعتي؟ مامي تعي شوفي الصور تبع آخر الشو، حلوين كتير. شوفي أعطيني رأيك فيهم. حلوين حلوين كتير يا ماما، بس لأيمتى؟ شو لأيمتى؟ الجمال يا بنتي مو هو كل شي بالحياة، مع الجمال لازم يكون في عيلة حلوة كمان. شو؟ لازم تلاقي نصك الثاني. ماما أنا ما سما في مثلي ليكون عندي نص الثاني، أنا سبيشال إديشن. صحيح الحكي وأنا بعرفك منيح، بس الحياة يا بنتي مع التقدم بالعمر كتير بتتعب القلب. أنت هلأ مالك حاسة بهذا الشيء لأنك أنت هلأ لساتك صغيرة، بس صدقيني صدقيني كل شيء بده يتغير. ما رح يتغير، بتراهني؟ لا ما براهي، لأنه بتمنى أنك تضلي مبسوطة ومرتاحة وجميلة وما في شيء بهالدنيا بيوجعك. أكيد مامي رح أكون مرتاحة. وينو بابي؟ على وصول. لكن خلينا نحضر العشاء لأنه عصافير بطني عم تزقزق. يلا لين انسى ماسا، تفضلوا. تفضلي. مرحبا. كيفك؟ لا انا ما راح اتفضل بس لانسى ماسا. ارجع اخذك. ما في داعي. طيب بالاذن استاذ قصي. اهلين. شو ما عندك حدا بالمشغل؟ خايفة؟ أكيد لا. تشربي شي قبل ما نبلش؟ لا ما في داعي، خلينا نشتغل بسرعة. أوكي. بتعرف قديش صار لي عم بشتغل؟ أول مرة بتمرق علي هيك فزلكة، أنا لحتى تصمم تصاميمك لازم أنا أوقف لك.
مزبوط يمكن هذا الشيء جديد، بس أنا هاي طريقتي، يعني بحس إنه الشغل بيطلع فيه روح، بيطلع حقيقي أكتر. إيه متى ما بدك. شوفي أنسي ماسا، إذا أنتي متضايقة نلغي القصة كلها. خلينا نبلش. معش ناخذ القياسات؟ ليش ما عندك قياسات؟ قياسات ستاندرد. عندي اياهم بس انا بحب اخذهم بايدي. ايه يعني ما قلت لي كم تاتو بيطلعوا؟ خمسة. خمسة؟ وانا عملت تاتو صورتك هون كمان. عن جد؟ والله. هي ماسة حبيبي. هاي بيبي. يعني ما بدي يكون هون. لا 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 شو بكي شو بكي، يعني انت شكلك خلص مقفع معك على الاخير. انا عند غيث بالبار، قومي تعي يلا عم بستناك. يلا باي باي. خدي امسكي هي اجرة التاكسي على البيت. يلا. نعم. يلا خليه تاكسي وروح على البيت. وليش لي روح على البيت؟ خلص يلا امسكي. مشان الست ماسة خذهم ما بدي اياهم، خلص برجع لحالي. احسن توكلي. عفوا ممكن ايدك شوي. على فكره اول مره بيمر علي مصمم مثلك. وما رح يمرق فعلا. شوفي انسي ماسا، انا اذا ما بحس بروح يلي بدها تلبس الفستان بحسه هيك بيطلع جماد بلا طعم. خير مطولين لانه هلكت. بنوقف امتى ما بدك؟ ايه هلا. طيب بتحبي وصلي؟ لا ما في داعي بوصل لحالي. شو ما سوينها؟ اتصلت وقال بدها تتأخر شوي. والله شئت لها هالبنت كتير، بس معلي شي خلينا نتركها شوي على راحتها. طيب لإمتى بدها تضل هيك؟ ويتال كل يوم بدنا نحكي بهالقصة؟ وانت كل يوم ما بترد. اسمعي ويتال، طوال ما أنا عايش هي ماسة بدها تضل مثل الفراشة بتطير من قرنة لقرنة وبتملي الدنيا فرح. يا خوفي، بس يا خوفي من هالفرح ما يقلب لشي تاني. شبكي الليلة؟ ليش عم تحكي؟ تفقري بالخير. تتعشى؟ تعشى. لك طقني، مو معقول شو بارد قال بده يصمتني ويستنى لحتى يجي وحي الإبداع. اضحك لشوف، أصلاً كل عمري ما بيجيني منك غير وجع راس. تكريت الوجع بقلبي لك ماسة، أنت ماسة عمري شبكي؟ ماسة عمرك وبترميني هيك رمية؟ لك على قليلة لهلأ، يعني المصمم اللي معنا شاب مو واحد بآخر عمره. هلأ المهم شيلنا من سيرته. طيب إذا شلتك من سيرته بترقصي؟ مو جا عبالي. شبكي بلا غلاظة لك ماسة، بلا غلاظة، خلص صايرة كتير فقسة. ها خلصنا لؤي. شو
ماسة عمرها بتقولي له اي؟ انا ما بحب هالاسم بالمره ها، انا اسمي لوركا بليز، اسمي لوركا ها. كثير ضايقتيني، كثير ضايقتيني. اوف كمان. جعلتنا شوف لي هي رجع لي قبلها. حضور ما؟ اي بس في احلى. جمال رجع؟ حلوة. ايه بس في احلى. جمال رجع؟ كثير صح. بس في احلى. جمال؟ انت امتى بدك تبلش تفهم تفكر شوي؟ لحتى يكون في عالم وستارز معنا فوق الستيج لازم يكون في عالم تحت. ايوه هلا فهم. طالما بلشت تفهم شو لازم نسوي هلا؟ بشو؟ بشو؟ بعدين بقول لك انصرف. جمال؟ ايه هذا الشغل وهذا الحكي ما بيكفيني. ما بعرف كيف بدك تجيب البنات لهون، بتروح على البارات، على المطاعم، على المحلات الفايف ستارز، المهم تشحطهم لعندي. لك هداك اليوم كان في وحده بتطير العقل، حفر وتنزيل، جيت عم بحكي معها اجى جوزها رح يقتلني، بس مو مشكله ولا يهمك، رح استنفر. اورفار، دون ووري، باي. لا عم تمزح. لا انا ما فيني اروح، خلص تروح مره ثانيه، تسلوا انتم. ايه هلا بالشغل. يلا روحي روحي بعدين بحكي معك. ايه ماما ايه وانا مشتقت لك كثير حبيبتي. لا ما رح اتاخر كثير. يلا بحاكيكي. اوكي باي حبيبتي باي. شو هذا الرقم؟ انسى ماسا معلش نطفي هذا الموبايل وركز شوي. عفوا ليش هيك عم تحكي معي؟ لانه بعتقد نحن عم نشتغل. ايه وانا ما عم بتسلى عم بشتغل. شوفي انسى ماسا أنا تعذبت بحياتي لحتى أصل لهي اللحظة وأعمل الشو تبعي وأنت تكوني معي، فياريت تقدري هاي اللحظة. هذا شي طبيعي، كل المصممين بيتمنوا أنه أنا أعرض لهم لحتى يبيعوا أكتر. إيه بس مو أنا. كلكم بتقولوا هيك. على كل حال أنا داء خلقي. عن إذنك أرفيديرتشي. في الشغل ما برحم، بس انت ما قلتي لي ليش نايمه هون؟ كنت عم استناك، اشتقت لك كثير. تقبشي قلبي عم تستنيني لك يا عمري يا عمري انت يا قلبي. الله يخليك يا حبيبتي. انت يا حبيبتي بابي.
روحي. بتتذكر وقت كنت صغيرة كنت غني لي الغنية؟ ايه. فينك تغني لي اياها؟ تذكرتيها لهلا؟ ايه اكيد. يلا نعمل نشوف. يا شجرة الرمان شو بقول لأمي؟ قطعتي زرر الفستان خزقتي كمي. شو بقول للجيران شو بقول لأمي؟ الله ما بدي روح. هلا لوركا بيسرعني. بردت قهوتك. شو بكي؟ ولا شيء، بس ما جا على بالي اشتغل اليوم. معناها انا كمان ماني قدران اشتغل. ليش شو دخل هي بهي؟ لانه انا بشتغل بالروح. طيب بتحبي نطلع نقعد بشي محل نقعد ونحكي؟ نحكي بشو؟ اي شيء عن الشغل. قلت لك ما جا على بالي اشتغل، بدك تطالعني لنحكي بالشغل؟ طيب بنحكي اي شيء ثاني. قلت شو؟ بنحكي عنك. ما في شيء لازم تعرفه عني لنحكي عنه. لانه ما بنعرف بعض، لازم تحكي لي عنك. شو الفايدة؟ حتى نلتقي. ليش نحن هون شو عم نساوي؟ ما عم نلتقي مشان الشغل؟ بعرف. بعرف انه احنا عم نلتقي وبعرف قياساتك بكل تفاصيلها بالشغل. بس انا قصدي انه نلتقي بالروح. لا يا سيدنا، أنا بحياتي ما قصرت معك. لك لا لا لا، بس تأخرت عليك شوي لأنه هيك عم جهز لك جروب جديد، ستايلات وكول وإكسبرينس، خبرة على كيفك، راح ينخخوا العالم. لا يا سيدنا، من عيني هي قبل هي، تكرم عيونك. يعني هيك بس كم يوم. إيه باي. صحيح نسيت لك، اشتقت لك كتير. باي باي سيدنا باي. مساء، افتلي شوي. عن جد طالع حلو. لأنه ما سلي لابسته. لأنه ماسا لابسته ولأنه قصي صممه. بس عن جد طالع حلو. إيه أسبوع كامل وأنا مجمدة قدامك، معقول ما يطلع حلو؟ عين قهوة؟ قهوة.
يمكن هاي القصة سمعتيها كثير، بس هي عن جد هيك. أنا من عيلة متوسطة، كانت تعمل المستحيل لحتى أدرس. كان يفترض إني أدرس وأتخرج وأتوظف مثل كل هالناس، بس أنا كان عندي حلم. هذا الحلم خلاني سافر، كفيت دراستي واشتغلت، اشتغلت كل شيء، كازية بمطعم، بعت واشتريت حتى جمعت مصاري. قررت إني أرجع مشان أحقق هذا الحلم. كل هالقد تعشق الفن؟ مو بس عشق، أكثر من العشق. وجدته يا معلم. زينب جبت تدخل الخانة وصارت تتباهى بحالها، كل ما تلاقي بخيال تقول له يا خيال نزال الفرس بدها خيال. حضر لي حالك للمفاجأة. تفضلي. 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 ترررررم. واو. واو جود جمال لبرا. اسف برا ما راح اقدر، ما وصلتني المدركه لها. جمال بس فينا نتجاوز الموضوع كيف الاذن. واو عن جد واو جاهزه، مو ناقصك شيء بس هيك شويه فينيشنج. من شكلك مع رفقاتك فوق ستار لوركا مستعد يعملك ستار. واسالي، فيك تسألي كل الوسط من لوركا. اللي مع لوركا بيطير وبيلنس، واللي مو معه هاي. يعني امتى بتاكلي، امتى بتشربي، وين بتروحي، وين بتجي، شو بتلبسي، شو بتحطي مكياج، هذا نحن مقرره. رقم تليفون ما عندك، فيسبوك، تويتر، انستغرام، ايميل، بدك تنسي، نحن المسؤولين عن كل هذا الشغل. يعني نحن منوقع معك عقد احتكار، ما عليكي غير بس انت توقفي ونحن منلقوت ومنظبط. ما قلتي لي شو كان اسمك؟ زينة. شو؟ زينة. شو الصوت؟ لا زينة زيزي زوزو زوشكا لوركا زوشكا. او ماي جاش. اجري؟ شايفه صورتي هون؟ هي بالأصل هون من زمان كتير. شربي قهوتك.
بنات كثير سكسي وهي حبوا حالكم امشوا صح ليكوا هون وقفي هون تعمل قصد هيك وين ترجعي تعمل هيك ترجعي شبك هون يلا خلوا امشوا خذي هاي المسؤول بس هاي مرحبا يلا مرحبا 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 ألو أهلين قصي بونجور أسعد لي الصباح خير في شي؟ لا بس الحقيقة يعني حبيت اتصل فيكي مشان ذكرك بالموعد اليوم مش في بالعادة أنسى؟ لا 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 ما بتنسي أنت أبدا كيفك؟ الحمد لله منيحة بس استغربت تليفونك على كل حال رح أتأخر شوي لأن رح أمرق على المكتب أوكي؟ أوكي يلا ناطرك شو؟ أنت اللي شو؟ آه نفس الفيلم الهندي ماما هذا قصي مصمم أزياء يعني شغل يومين شو بيشكي قصي؟ حلو اسمه هلأ اسمه حلو شكله قطقوط بس يعني واللي ببالك إيه؟ أوكي لك آخ منك يلا كملي تحضير الفطور مشان ما يزعل بابي ولك نيه على البابي
نيالو يا جكرك. يلا بدي احط الاكل. يلا خلصي لي مكياجك. خلصت يلا حبيبتي يلا. لانه هلا بتقولي لي يلا بس بدي امشي. بعرفك خلصت. هي اشتهيتها صح. استني نحط لك الشاي ماما. يلا توريني. يلا ثواني يا رب. عيطي له للبابا. يلا بابي. هاي انا متضايقه وتعبانه ومالي خلق اعمل شيء. لا الظاهر انك عن جد متضايقه. شو القصه؟ ما بعرف مخنوقه. حاسه حياتي كلها شغل. تليفوناتي شغل، مشاويري شغل، وهلا عم يحاربوني بالشغل. عم يحاربوكي؟ مين بيسترجي يحارب ماسا؟ على اخر هالزمان جاي وحده مبتدئه تحاربني وتحط راسها براسي. بس وحياتك ما رح يطلع لها. وحتى لوركا ما بعرف شو صاير له، متغير معي هالكم يوم. بسيطة. رح اعمل لك فنجان قهوه يروق اعصابك، ما عاش اللي يزعلك. لا هالمرة أنا رح ساوي لك إياها. لا معلم مو هيك قصدي لك. لا بس ما سبرات البلد عندها شغل يعني بعدتها على شغل برات البلد بدها وقت لحتى تصل. طب اسمعني معلم، في وحدة تحت إيدي بتسوى من ماسة 100. إيه طيب حاضر. لا ما بيقلبه من بين كل البنات ما لا غير ماسا الوحيد اللي ما له بهذا الجو. تضرب هي الثانية بس لو بتحط عقلها براسها وتسمع مني والله لنصير فوق الريح. طالبيني بشكل شخصي؟ شو سيد لوركا؟ رجعنا لحركاتك القديمة؟ أنت بتعرف تماماً أنه هاي الدعوات ما كنت أقبل فيها لا قبل ولا هلأ ولا رح أقبل فيها بعدين. باي سيد لؤي. خير في شي؟ لا ما في شي، بس حسيت أنه هاي المكالمة وهذا الحوار اللي صار كثير سخيف. شو قصدك؟ قصدي أنه يعني هاي المكالمة كان فيك تختصريها، يعني ما في داعي لهذا الشرح والأخذ والعطاء مع هيك شخص. هيك بعتقد. لأنه قبلت أشرب معك فنجان قهوة. يا سرك بدك تتدخل بحياتي؟ حلو، شو رأيك تقلي وين روح وين إجي وشو ألبس وكمان مع مين أحكي؟ أنا ما هيك قصدي. كان شو قصدك؟ هذا تليفوني إجاني من شخص اللي عمل شغل بيني وبينك، وهذا شي بخصني وأنت ما دخلك. دخلني وقت أنت بتكوني جزء من الحلم. دخلني هذا الحلم عم بحلم فيه من زمان، من وقت أنا صغير، وأنت جزء من هذا الحلم لازم اتدخل بكل تفصيل فيه. عم تفهمي؟ لا أنت عن جد حدا مجنون ومريض. أنا مجنون ومريض؟ إيه مجنون ومريض. لك أنا اللي لازم خاف على سمعتي لأني عم بعمل شو مع واحد بيشتغل أول مرة. أنا اللي لازم خاف على سمعتي لأنه أنت ما حدا سمعان فيك. أنا ماسة. أنت مين؟ أنا بحبك. عرفتي أنا مين؟ ماسة عيني هدي بدي أفهم عليكي. ليش بدك تلغي شغل مع قصي من يومين كان مع أحلى وظريف؟ لأنه سيد قصي ما بده يعمل شو، بده ياني أنا. ما فهمت عليك شيء، يعني شلون بده أنت؟ لأنه سيد قصي طلع حبيب. لساتني ما عم بفهم ماستي. لأنه صاحبك طلع بيحبني. أنا آوت، هذا الشغل ما بيناسبني أبدا. باي. عم يتحربق الشاب الغندور. بس يا قصي بدك تشدها دبارك عنه.
ألو. مرحبا بس يا بصي. أهلين. ممكن تشرف لعندي على المكتب؟ إيه أكيد. إمتى بتحب إجي؟ أفضل يكون بأسرع وقت. طيب ماشي. يلا مسافة الطريق. ما ناقصنا غير القصة هلأ. جمال! شو مسيو قصي؟ نحن جايين نشتغل ولا نعبر عن مشاعرنا؟ فينا يحكي بالشغل؟ شغل؟ بدك تنسى سوري لأنه ما سبح وحسب الشرط اللي حاطه حضرتك بالعقد بح وحسب ورطة حضرتي كمان أنا ما بعرف إني تجيب المصاري اللي حطيتها من جيبتي وأنا عم جهز لك العرض تبعك كمان بح. بالنسبة للمصاري ما في مشكلة تاكلها، أما بالنسبة لماسا فكمان لا تأكلها. أنا بقنع. بليز سيد قصي ما توجه لي راسي، بكرة بيحكي معك المحامي تبعي وبيشوفك وبيفسخ العقد اللي بيننا. سيد لؤي هذا شو رح يصير؟ والعقد رح يتنفذ مثل ما هو. أنا ساك. باي بيبي. باي. ما كنت بعرف إنه الحب جريمة، جريمة والواحد بتعاقب عليها. أنت مين؟ أنا بحبك. أهلين حبيبتي. بونسوار مامي. بونسوار تقبريني. تعي تعي عادي بلا لعب بالموبايل بلا شي. عادي عادي مشتاقت لك. عادي كيف حبيبتي؟ ايه لا ايه لا، هي النظرة وهي العين معناتها في وراهم حكي كتير. سمعيني. صدقته لمين؟ لما قالي بحبك كانوا عيونه عم يلمع. ماما أنا كتير بفهمك صح. شو يلي خلاكي تصدقي إنه من قلبه؟ عيونه لما قالي بحبك كانوا عيونه عم يلمع.
شردت فيه لدرجة درس شوف صورتي بعيونه. ما بعرف شو اللي خلاني امشي، مع اني كنت حابة اضل مشان صدقه. كل شي جواتي كان عم يقلي ضلي ضلي، بس انا مشيت وفسخت العقد معه. وهلأ كتير حابة اشوفه. هو عم بيدق لي كتير وعم يبعث لي مسجات، عم بيحاول بكل طاقته اني رد، بس ما بعرف. كل ما بدق لي بيجي لحتى رد، بس بآخر لحظة ما برد. هو؟ اسمحي لي ارجع وعيد لك ياها، ما كنت بعرف انه الحب جريمة، جريمة ولازم الواحد يتعاقب عليها. صدقيني ما كنت قلت لك هالكلمة وخليتها بقلبي مشان تضلي قريبة وما تغيبي. آسف على هالجريمة اللي عملتها. بدي أسألك سؤال. تفضلي. أنت شو حبيت فيني؟ حبيت فيكي روحك، روحك يا نور العين. بس في شغلة أنا حابة فيكي. شو هي؟ كأنه لون الخاتم مو ظابط على الستايل تبعك. عرفتي شو حبيت فيك؟ بتعرف لما كانوا رفقاتي بالمدرسة يحكوا لي كيف حبوا، كنت اضحك وما صدق. ما تخيلت ابدا انه قلبي ممكن يرجف لهالدرجة بس لما قلت لي بحبك. لا، والارض تحتي تشعل نار وينشف ريقي. وانا جاي لعندك حسيت المسافة كتير بعيدة، مع انه هيك عم خطوة. قلبي صار كبير قد السماء، بس لأنه كله مليان بحبك. لك حبيب قلبي فايق وعم يفطر كمان. لك الله يسعدك يا الصباح، ان شاء الله بيقبرني هالوش وحلو. ولك بعيد الشر. خايفه عليه وجوزي؟ مو خايفه عليه، غيرانه من علاقتنا. بدكم شيء؟ هلا هذا اسمه اكل بابي؟ شو نسيان انه انا موديل؟ والله ما لي نسيان يا روحي. خلاص مثل ما بدك روحي، مثل ما بدك. شو عنا هالشهر؟ شهر؟ شو عنا؟ ولا شي، بس عيد ميلادي. يا حبيبة بابي، يا حبيبة بابي، بصدي نسيان. وهي ذكرتك، اوعى تنسى. لك انا بسترجي انسى يا روحي. يلا باي، بدكن شي؟ مع السلامة. ماما ما اكلتش. الله معك دوبي.
الله معك يا روحي. ما بعرف ليش ضل قلبي عند هالبنت. بتعرفي يا وداد، يوم عن يوم هالبنت عم تاخد لي عقلي. لسه في عم منه شيء على اساس. كان لي طابق مسؤول يا مخلوع. لك احكي جمال شباك. والله ما بعرف يا معلم، يعني هي باد نيوز اور جود نيوز، يعني بصراحه قصي وماسا هيك ما عم يفتروا، شكلهم حابين بعضهم. شو قصي عند ماسا؟ يعني هيك صايرين كتير عم يطلعوا وفوتوا سوا، ما بعرف يعني هيك حاس في غرام. شو اللي خلاك تحس في غرام؟ يعني هيك الضحكات، الهمسات، اللمسات، هيك شغلات. صرف جمال. مسي قصي عم يحب ويا شويك معشا شو عليك؟ صباحو لوركا. وينك ماسة عمري؟ مشوار. مشوار. طيب ما قش تمري شوي على المكتب؟ شوفي شغل جديد؟ لا أهم بكتير. شوفي عندك أهم من المصاري والعملة والدولارات يلي بجيب هدول كلهم ماستي. لقيت النبع مثلا؟ وحياتك جايب لك البحر كله. صار عندي فضول أعرف، يلا بخلص مشواري وبمرق لعندك. باي. بخلص بحاكيك بسيطة يا ماسا. شو بعد ما عرفت اني بحبك صرت تنطرني ساعة على الباب؟ صديق زمان عم تدق ايه؟ عم دق 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 ساعة وما حدا عم يفتح. لك اشتقت لك يا مجنون. واضح. هلا لحتى سامحك بدك تشربني قهوه من ايديك. لا ما حذرتي بنو، انت اللي بدك تعملي قهوه وبايديك. ها ناقص تقول لي اعملي لي طبخه كمان. ليش لا، عن جد جوع. ماشي امشي لشوف. اعمل لك مو طبخه، اعمل لك قتله. لك يا حبيبي يا جمال، كل النسوان مثل قداحه. ايه حن عليهم بيعندوا معك. ساعة عليهم شوي بيضووا. لو في اعرف يا استاذ لإلك ساعة لقطعني برا. جمال اطلع لبرا. ايه سوري. ليك انا هالحركات ما عم تمشي معي ابدا. هلا هلا بدك تلاقي لي حل، عم تفهم؟ هلا سألتيني سؤال خليني جاوبك. انت مقطوعة برا لانه لازم تنطعي برا. والله شو؟ ليك اسمع لقلك، انا رح احكي اللي عندي وبعدين تعملي لي بدك. ليك معك اسبوعين، اسبوعين وبدي اطلع على الستيج، يا اما خلص خلينا ننهي هالمسخرة بقى. بدك تطلعي على الستيج؟ ايه؟ اطلعي. اطلعي هدي برا. وانا بس اطلع من هون رح اقول لك امتى لازم تطلعي على الستيج. ليك انا رح اطلع هلا بس هذا الموضوع اليوم لازم ينتهى، انا ما عاد فيني اتحمل. طقيت. قديش بتحبني؟ ولا تقلي قد السما والبحر مثل جوابات الشباب للبنات ايام المدرسه. المشكله ما في قديش، لو بقول لك قديش بكون عم بكسب، بس اللي بعرفه إنه قلبي مليان حب، خليني أحبك ألف 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 سنة. مين عم يتصل هلا؟ مين مكانك بيكون أغوص إنسان بيعاني ما دام ما موبا. لوركا. إيه والدفعة الجديدة ما فيها شيء محرز؟ ما في ولا واحدة على وش ضو. إيش الناس الحلو قرض من البلد يعني؟ ما بعرف. يعني ظهر الحلوين عم يتجوزوا بكير، يعني احسن وحده بهدول اللي جايين عملت لها شي 18 عمليه تجميل بس لحتى تقدر تشوف خلقتها بالمرايه. العمى هيك رح نخسر زبايننا لك جمال؟ لا لا لا، من الناحيه اطمن دون ووري، ما يكون لك فكره ابدا، ما رح نخسر حدا منهم. عظيم، عندك حل يعني شو الطريقه؟
طبعا في حل، يعني اكيد لازم يكون في حل، بس انه بالضبط ما عم بعرف شو هو الحل. انت برايك شو الحل؟ برايي تعال 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 جمال، تعال خير، تعال الى على برا الى ما خلي ايد روح. حل الحل اخسر كل شيء الا انه اخسر اللي اذح براسي اليوم، وهذا بده ترتيب. اوكي الو ماسا. هاي مامي. كيفك حبيبتي؟ ايه انا منيحه كثير، بس كنت مشغوله شوي، عم بشتغل مع هذا المصمم الجديد، عم يعمل بروفات كثير، بس بتعرفي مبسوطه كثير كثير. تقبريني، ديري بالك على حالك. ايه وكل شوي طمنيني عنك. حاضر مامي. طيب سوي على مهلك. ها خلص مامي، ما قلت لك حاضر، لا تلبكيني. طيب الله معك. اوكي حبيبتي، يلا باي باي. هلا سرعتني تليفونات وجبتني كرفتي مشان تقعد تصفن فيني. ايه ما خاب ظني، مثل العاده ما في شيء مهم. بالعكس اهم شيء بالعالم. شو عم بيصير معك؟ اول مره عم شوفك موزون كل هالقد لوركا. لانه خلص ما عاد فيني ضل عم كذب على حالي. شو تكذب على حالك؟ طلع من هالبواب وقلي شو عندك دغري، لانه ما أنك شاطر بالتمثيل. حياتك عندي يا ماسا إنه أنا ما عم مثل. أيوة شكلك عم تحكي جد، قول اللي عندك عم أسمعك. بحبك. يا الله شو في فرق بيناتكم، ما إنه الكلمة نفسها بس الروح، روح بتختلف. ما فهمت عليك، شو هي بيناتكم ومين هو وعن مين عم تحكي؟ مو مهم، المهم انه هاي القصة اللي حكيتها تخلص هون، لانه في شغل بيناتنا، احسن ما نخسر بعض. خاطرك لوركا. شغل بيناتنا، كان في شغل بيناتنا يا ماسا. اسفة حبيبي بس ما انتبهت على المسج. ولا يهمك حبيبتي، انتي ما بتعتذري. طمنيني وين صرتي؟ هلا طلعت من عند لوركا، قصدي من عند الحبيب الولهان. ما فهمت. خلص حياتي بعدين بحكي لك. هلا المهم انا بكره عيد ميلادي، مضطر اروح على البيت لانه بابا من الصبح بيفاجئني مفاجأة، بتعرف ما في مستنى للمساء، بقى انا رح كون مشغولة شوي هاليومين، بس بتعرف رح دقل لك كل شوي. الله يخليكم لبعض. يلا حبيبي انا مستناكي. ايه حبيبي بس ما تخليني اشتاق لك كثير، انت بدك تبعث لي كل 5 دقائق مسج ولا حرام؟ خلص خليه كل نص ساعه مشان ما تتعب كثير. حاشتاق لك مع مسج وبلا مسج. وانا كمان حبيبي. باي. باي حبيبي.
ألو. ما حبيت أكتب اللي بدي أقول لك يا كتابي، حبيت تسمعني وأنا عم أقوله. عم بسمعك. بدي أقول لك إني مشتاقة لعيونك وهي عم تطلع فيني. الله الله، شو حلوة هالجملة. يلا كل 12-15 ساعة كون عندك. هلا إذا 12-15 ساعة مقدور عليهم. شو ما بدك تنام؟ لا. ما نعست؟ نعست. طيب ليش ما بدك تنام؟ ما بعرف، حابب هيك ضل عم فكر فيكي. إيه فيك تنام وتحلم فيني. حبيتها هاي، مثل المراهقين. يعني ما عاجبك؟ لا 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 لا، عاجبني. أصلا أنا من بعد ما حبيتك عم ترجعيني لهداك الزمان، عم حس حالي مراهق، هذا الشيء كتير حلو. فيتي، أنا عم بسمع صوت نفسك، بحبك. لك شبك حايز؟ شبك؟ تعا عود شرب قهوتك، ما بقى إلا تنزل. مو شغلي غريبة، كل يوم بتفيق بكير إلا اليوم. يا رح تبرد قهوتك. لا معقولة ما تتأخر على دقيقة عيد ميلادك؟ بونجور بون يا حلوين. لك يا أحلى بونجور بالعالم. هاي بوسة بابي وهاي مامي. دخيلة الصباح ما أحلى. شو بلاقيكي لابسة؟ إيه بدي روح، بس مو قبل ما أشوف هديتي. هديتي؟ أنا هدية؟ إيه شكلها ماسو، بدها تكون زعلانة أول يوم من سنة الجديدة. لك وينك وين الهدية؟ مو عيد ميلادك بعد بكرة؟ آه هيك؟ إيه ماشي. شكله ماسا صغر محلة بقلبك. يلا بدكم شي؟ ابشي قلبي وقفي، لا تزعلي، بعدتي ضربة حبيبة قلبي. يا وين يا وين يا وين، حركتين مياعة جابتك بالأراضي. هي مو اسمها مياعة. لك عن شو؟ هذا اسمه حب. حب؟ شوفي بابي هي سيارة جديدة. شكرا شكرا بابي، شكرا حبيبي بابي. بس بتعرفي شو عملتي اليوم معي؟ ما خليتيني اعمل الرياضة، قاعد عم استناكي وهلا تأخرت على شغلي لازم اروح. يلا باي. يلا باي بابي. مامي كمان. ومامي كمان. هاي كوسة لمامي ان شاء الله افرح فيك. على فكرة ماما، بنوتك صار عندها حبيب. شو يعني؟ حبيب يعني حبيب يعني دق 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 كتير. يا الحمد لله يا رب، شو بدي احلى من هيك. احكي لي احكي لي شو الموضوع. لا 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 ماما لا تتبقيني، هلا بس لارجع بحكي لك كل شيء. وعد وعد. اوكي وعدها. ايه خلص والله. بتعرفي شو انتي؟ مو سمرة فلون البشرة؟ خليني صورك بجنينك. تفضل تفضل.
كيف بدي اشوفك يعني؟ بتطير العقل بتجنني، وعد لساويكي نجمة ستار ستف اول. يعني ماسا رح تضل فوق الستيج وانا تحت الستيج؟ كمان انت عندك مشكلة مع ماسا. والله شوفي يا زوجكا، حتى تصيري فوق الستيج في شغلات كتير لازم تعمليها، ما عملتيها بتضلي تحت الستيج والقصة العلاقة بدرجة. وانا مستعدة اعمل اللي بدك اياه. انت شكلك ما بدك تطلعي درجة درجة، بدك نطي نط. لك صحيح ليش وقفي؟ تعال تعال. اهلين ماسا فوتي. حبيبي امشي معي بسرعة، في سربرايز حابة افرجيك اياه. ايه اوكي اوكي بس امشي امشي معي هلا لا تطول. فوتي شوي. لا لا خلص ما بدي استنى، يلا طيب يلا صبيني جاي. اوكي ناطرتك. يلا انا براس خلصنا. تفضلي. شرف. لحظة لحظة لحظة. شو بكي ليش هيك ماصبي؟ صار لك يومين مو على بعضك. مالك شايف لي هي اللي متصنبات لي برا؟ منين اجتني ما بعرف. قصدك زينة؟ ايه زينة. لك لا انت فاهمين الموضوع غلط. لك لوركا مو هيك ابدا ابدا، ما عنده هي الحركات، بس هو هيك الله يعني بيعمي على قلبه. عرفتي شلون؟ بس شوف وعدي حلوة شو بيصير له بيقطع. حلوة اي حلوة برا ان شاء الله، مالك شايفة كلها تجميل ومنفخة تنفيخ. لك كمان انت طولي بالك خلاص. بعدين انت احلى بكتير، شو بدك وما بيفهم. خلاص انت معي جمال، انا الكل الكل، انا السوشيال ميديا، انا الفوتو، اخر شيء بده يلف يلف ويرجع لي ياخذ رايي. جوجو بدي منك طلب. مري كيف فينا تقلب برغيلات زينة؟ والله ما بعرف نطلب. خلاص انت استني رح يمل لحاله. عرفتي شلون؟ او فينا نحط له عبوي ناسفي. كان بمزح. خلص روقي وردي وانت معي. هيك رأيك؟ هيك رأيي. طيب امشي نساوي فوتوشوت. فوتي نشوت. اهلين ماسا فوتي. حبيبي امشي معي بسرعه، في سربرايز حابه افرجيك اياه. اي اوكي اوكي بس امشي امشي معي هلا لا تطول. طيب فوتي شوي. لا لا خلص ما بدي استنى، يلا طيب يلا صبيني جاي. اوكي ناطرتك. مبروك السيارة حبيبتي. الله يبارك فيك. شو وقت بتحب اخذك؟ وين ما بدك، انا بروح معك وين ما بدك. حبيبي. حبيبتي انا بحضر لك هيك كادو صغير. هاتي ايدك. واو شو حلو جنة. عجبك؟ شو؟ إيه وينها ماسا هلا؟ طيب روح نقلك روح. دكتور طمني، شو احكي لي شو صار معكم؟ على حسب ما خبرونا الشرطة انه اصطدام السيارة كان قوي كتير، لهيك شعلت النار بالسيارة، ومن سوء حظ المريضة كانت النار من جهتها، لهيك تعرضت لحروق خطيرة وشديدة، بس الحمد لله حالتها وحالة الشاب اللي معها مستقرة، بس بنبقى خايفين من الحروق اللي تعرضت لها المريضة، وخصوصي انه تركزت بمنطقة الوش. ماس 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 مروان دخيلك يا تمريض. مروان شو صار؟ بسرعه بسرعه اسعاف يا جماعه ان شاء الله. اسعاف على اسعاف بسرعه شوي شوي. ماما ماسا ماسا حبيبتي حطني وحده روس الخمس. الحمد لله على سلامتك تقبري. الحمد لله على السلامه يا ماسا. ان شاء الله راح الشر يا قصي منيح ماما كثير منيح قصي منيح امي قصي منيح لا تشغلي بالك وينه امي بقط امي بقط
لا يا ابني لا ما بدك تقومي. اهدي شوي ماسا. يا ماما ما بيسوى تتحركي. شو قصي؟ يا ماما انت طالعه من عمليه ما بيسوى تتحركي. ماسا اهدي شوي. طيب 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 مصره مصره تمشي اهدي شوي. انا بساعدك انا بساعدك. تعال تفضلي. شوي سامحني انه احلى لحظه هيك خلصت. قصي قصي لو تسمعني قصي قصي رد علي قصي حبيبي قصي. دكتور ليش ما عم بيرد علي قصي؟ قصي شو بو؟ قصي منيح بس شو؟ للاسف قصي فقد حاسه البصر. يعني ما عاد يشوفني؟ ما عاد شوف حالي حلوة بعيونه؟ ما عاد شوف لمعت عيونه؟ قصي لك يا أهبل أنا بموت عليك بموت على لمعت عيونه قصي يا حبيبي لا طلع عيني قصي طلع عيني بيدي لك طلع بيدي ما بيسوى إلك ما سوى إلك مدام خلينا نطلع وشي في شي خطير. لا همي لا شوية آثار للحروق بدها شوية وقت بتتحسن إن شاء الله. بدي إيش يعني شوية وقت؟ بدها تاخد وقتها تاخد وقت. بدها تشوه. لا تهبريني لا طولي بعدك يا حبيبتي. دكتور لا راكي. لا 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 دكتور روحي روحي لا تتشوهي لا لا بدي شوية بس شوية كل شي بيصير كل شي بيصير يا عمي لا راكي بمرضة شاركتها بانت عليك انها تمرض وتتوجع لحالها. يا إلهي يا مروان يا إلهي شو روحك معلقة بروحها. بس والله كتير والله كتير علي روحي أنا تعبت لك والله ضربتين على الراس بيوجع Thank you.
كرمال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا ابني، تفضل. كيفك مدام؟ تفضل تفضل، اهلا وسهلا. اعطيني ايدك، اعطيني ايدك. كيفك يا حبيبي؟ الحمد لله. تفضل 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 ماما، تفضل. طمني عنك، ان شاء الله صرت احسن. احسن يا رب يا رب. على مهلك يا حبيبي، على مهلك على مهلك. على اليمين حبيبي، هون هون. ايوه تفضل. ايوه يا اهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا ابني. كيف هلا؟ بتحبها؟ ايه بحبها، بحبها أكتر ما حبيت عيوني. بدك إياها؟ ماسا ما عادت ماسا. ولا أنا، ولا أنا قصي عادت مثل ما كنت. يا ترى هي هلأ بتضايقك؟ بس لشوفها، قصدي بس لأحكي معها، بعرف إذا هي بتضايقني ولا لا. يا ريت يا ابني، بس لا عم ترضى تسمع حدا ولا عم ترضى تشوف حدا. انت خبريها، خبريها انه قصي هون بده يشوفك. ولا ترضى تسمع مني بالاول؟ اذا بتريدي مدام خليني لعنده بدي احكي معها. انا لازم احكي معها، حاسس النار عم تاكلني، عايش بعتمة، عتمة ما عم بحسن اطلع منها غير عتمة عيوني. في عتمة جواتي، يمكن اذا سمعت صوتها وحكيت معها يرجع هيك ضو صغير يرجع بقلبي. خليني احكي معها لو سمحتي. اوكي تفضل، أعطيني إيدك. دعم ودعم دعم حبيبتي. نطلع على الدرج. مسك الدرابسي. بسم الله عليك، على مهلك يا حبيبي، على مهلك. ماسا ماما، ماسا قصي هون ماما. معلش مدام. ماما معلش، أنا بحكي معك، اتركيني إذا بتريد. ماسا ماسا، أنا قصي، لازم أحكي معك ماسا، إذا بتريدي ماسا، أنا لازم أحكي معك.
كيفك. ما بدك تحكي. ما بقى لي قلب لشي. قلبنا ما بيتركنا حتى لو تركنا كل شيء. احنا اللي تركنا. تركنا كل شيء. عيونك تركتنا. صحة بابا. وماسا تركتنا كمان. ماسا هو. شو الفايدة؟ ما بدي قلبي. ما عاد بدي شيء. انت لو شايفني هلا ما كنت عملت اللي عم تعمله. كنت هربت مثل ما باقي العالم هربت مني. انت لو شايفني انا شايفك. شايفك بروحي وقلبي. لسه بتقلي روح. ما سبح خلاص عم دوريك. ما كنتوا عم تتخانقوا؟ قوموا اطلعوا لبرا اشتقت لك. وأنا بس لك عندي مفاجأة. شو هي؟ رح نكفي العرض. قصي أم روح. بس أهدي واسمعيني للآخر. اللي فيني مكفيني. تكل العالم تضحك علي. ولا انت هلا عم تضحك علي؟ ابدا انا ما عم ضحك عليك، انا عم بحكي جد. بشو بدي اعرض ازياء؟ بوش اللي بيفزع؟ بدك يعني خوف العالم؟ بروحك ماسا بروحك. انت لازم تطلعي من الشيء اللي عايشه فيه. قصي فيه. اذا انا جنيت وصدقت انت بشو؟ بشو بدك تصمم؟ حاجة تحلم. بحب
يا مروة يحب قد ما بيحب روح، وهي بتحب بتحبه قد ما حبتك وأكتر. يا ريت قلبها رجعت من زمان، يا ريت رجعت من زمان ولك هالزهر اللي صار. يا مروة ماسا حبيبتي، أنا حياتي كلها صارت هون عندك بالغرفة. أنت بدك تضوي العتمة اللي صارت بعيوني. صحيح أنا ما عاد شفت، بس أنت رح تكوني عيوني، وهذا العرض لازم نساويه. صدقيني الفكرة كتير جديدة ورح تغير حياتنا كلياتنا. أنا الفكرة إلها علاقة بروح الأزياء، بدي أبرز هاي الروح وبدي أتجاوز قصة العارضات. رح يكونوا العارضات كلياتهم حاطين ماسكات على وشهم، ماسكات للقناع الحياد بدون أي ملامح، بس فساتين وبس أزياء. شوفي حبيبتي، قبل ما تجاوبيني رح أقول لك كلمة. أنا حلمي قضيت سنين لحتى أحققه، بس لازم تعرفي إنه أنتي أهم جزء بهذا الحلم، فلازم تكوني معي. يا حبيبي أكيد رح أكون معك بالعرض. عليت لي قلب جمال، يعني إلي عليها أحكي؟ ما بعرف شو بدي أحكي يعني، بس ما بعرف إذا good news or bad news، بس صاحبك قصي بده يعمل شو؟ شو؟ عرض، بده يعمل عرض. سيري يعمل عرض يعني بيكون أكيد عنده هيك فستان قديم بده يشرفهم. لا معلم، ما هو القصة مو تصاميم قديمة، بده يعمل تصاميم جديدة. لا وشو بطلت العرض ماسا؟ شلون بده يعمل العرض وهو ما بيشوف وهي مشوهة؟ هلا شلون بده يصمم ما بعرف، بس مشان العارضات قال شو عامل؟ عامل انه حطت لهم كلهم ماسكات اقنعة مشان ما يبين وشها. يعني الفكرة حلوة. لعملك جمال، الفكرة كتير حلوة، يعني ممكن يضرب العرض تبعهم، فهذا بيخلي شغلنا يتأذى كتير. مصيبة. لا يا معلم، معقول يخرب بيتك وانا موجود؟ محلولي دون ووري، ما يكن لك فكرة منوب منوب، اكيد في حل. طب طالما عندك شو الحل؟ اللي شو رأيك الحل؟ يعني الحل اكيد في حل، بس انه بالضبط يعني ما بعرف شو الحل. انت برأيك شو الحل؟ برأيي تنقل يا جمال. حاضر. بدك تعملي عرض يا مازا؟ شو حلو، شو حلو العالم تشوف صورتك مشوهة وانت بدك تعمل شو؟ وبلكي يبين وشي. معسى ما رح يبين، انا حاطط لك قناع لازم تثقي فيه، بقى ما رح يبين. قصي انا مشوهة، تعرف شو يعني مشوهة؟ بالنسبة لي لا، مانك مشوهة. بالنسبة لك بس مو بالنسبة للبقية. لك انا شباك غرفتي ما عم بسترجي افتحه، امي وابي ما عم خليهم يشوفوني، وانت لو ما هيك وضعك ما كنت خليتك تشوفني. لك انا ماسا، لك كل الدنيا كانت مشغوله فيها هيك يصير فيها؟ لك انا وشي مشوه، انا بدي اوشي، تعال جاني بدي اوشي بكره.
مسا خلاص خلاص، هذا الحكي ما عاد ينفع. طلعينا من هاي العتمة مشان الله، حرام تروحي الشي اللي سويناه. نحن قربنا قربنا على الشي اللي بدنا نسويه. العرض بعد كم يوم. خلاص مسا خلاص، احنا لازم نطوي هاي الصفحة، نطلع من هاي العتمة مشاني ومشانك حبيبتي. اهدي اهدي وثقي فيه. خلاص يلا، انتي لازم ترتاحي، نحن قرب الحلم تبعنا يتحقق. ايه الله يرحمها، كانت نجمة كبيرة، ما شو ننساوي اي حال الدنيا. بعدين اللي بده يعمل حبيب ويعشق ويتمعشق بده يتحمل، بده يتحمل بيبي، بده يتحمل كتير. ليكك خسرت نظرك والشو والنجمة. لك انت اللي انت اللي كنت انا زبطت لك القصص. يلا بتعيش وتحب غيرها. اه بتعيش وتاكل غيرها. للأسف ما ستشوه وشها بدرجة كبيرة. دكتور ممكن أطلب منك طلب تساعدني فيه؟ أكيد إذا بقدر رح أساعدك. بدي إياك تخبر
كل الناس اللي حواليه وبالأخص ماسا إنه أنا نعميت. أوف ليش بقى؟ دكتور أنت لو بتعرف ماسا كيف بتفكر إنه أنا قدران نشوفها بهاي الحالة يمكن تنتحر تموت تقتل حالة. مشان هيك بدي اياك تخبرها انه انا انحبيت وما عاد اقدر اشوفها. على الاقل بالفترة الاولية بس لحتى نلاقي حل هاي الحالة. دكتور هي حالة انسانية بتمناك تساعدني فيها. كنت مستعد اخسر نظري عن جد كرمال ماسا. كريزي كفي عادي بلاكي وانتي عالفاضي تحبيني. شو بخاف انساكي ما يعد حبك يعنيني. كفي عادي بلاكي وانتي عالفاضي تحبيني. وبخاف بطل اشتقلك بقلبي برد دمك يبطل يرجف ويدقلك وتصيري آخر همي. وبخاف منك مل وبلحظة أرفل. بخاف
خاف تصيري بعيني متلك متل الكل شو بخاف انساكي ما يعد حبك يعنيني كفي عادي بلاكي وانتي عالفاضي تحبيني بك خايف احساسي يغدر فيه مع اني من جوا عارف انك بتموتي علي على قد ما بحبك خايف احساسي يغدر فيه مع اني من جوا عارف انك بتموتي علي خايف مش بالايد من حب عم بيزيد خايف بلحظة مجنونة وعحب جديد وبخاف منك مل وبلحظة أغرفل وبخاف تصيري بعيني متلك متل الكل شو بخاف انساكي ما يعد حبك يعنيني كفي عادي بلاكي وانتي عالفاضي تحبيني